فوق الزحام على البنزين، الله يكون بعون هالعالم. كهرباء ماكو، انقطاع عام، والعركات كل دقيقة عركة من ورا هالسالفة هاي التعبانة. الله يوفقكم يا الحكومة، الله يوفقكم يا رب ان شاء الله. يلا يا هاي وضعية، هاي وضعية بشرفكم. يلا باع، تفضل تفضل تفضل. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج أو في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد حتى نسمع بآرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات البرنامج. للمشاركة تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي تظهر بهذا الشريط أسفل الشاشة. عندكم ذني الرقم اللي تشوفوه أمامكم للاتصال بالبرنامج من داخل العراق. اما الرقمين اللي راح يظهرن هنا عندكم ذني رقمين تقدرون تتصلون بينا من خارج العراق، فعندكم اربع ارقام للاتصال، اثنين من الداخل واثنين من الخارج. اما هذا الرقم اللي تشوفوه هسه هنا هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب ما اقدر استقبل باتصال، اعذرونا وسامحونا، لا حد يزعل علينا. هوايه مسجات تجينا وهوايه متصلين دا يتصلون على الواتساب، الواتساب يعني ما يبين يمي وما يدق يمي اصلا، فلا تزعلون. إذا تقدرون تتصلون أو إذا تريدون تتصلون تصلوا على الأرقام الثانية، أما هذا الرقم فقط أنه تدزوا لي رسالة، وأتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة. العراق معروف، العراق أنه درجة حرارته عالية، الطامة الكبرى أنه إحنا بشهر تموز، دنيا حارة، الحكومة ما فكرت شلون تعزز الطاقة أو إنتاج الطاقة الكهربائية بالعراق وتطي للناس كهرباء حتى يقدرون على الأقل يفتحون بنكة وشوية تبرد جسمهم، لكن فكرت تطيهم عطلة من الدوام لأنه كانت حارة كلش وكهرباء ماكو. انهيار المنظومة أو انهيار منظومة الطاقة الكهربائية بالعراق اليوم على أوجه، وانتو تشوفون الحال بالعراق. اللي شفتوه الفيديو هذا محطة أو عفوا لتوزيع الوقود، إحدى المحطات اللي بيها مشاكل كثيرة في هذه المنطقة نتيجة إنه ماكو كهرباء، الناس لازم سرعة حتى تقدر تشتري شوية بنزين أو شوية ديزل أو شوية نفط تشغل بيه المولدات الصغار حتى تجي الكهرباء للبيت. لا يقدر يشرب مي بارد ولا يقدر يبرد جسمه، وإذا ظلمت الدنيا فما يقدر يفتح ضوء. ليش؟ لأنه ماكو كهرباء. تردون تعرفون الناس ايش سوت حتى ترتاح من الحر؟ البصرة مثلا، البصرة نزلوا الشط العرب كلها قامت تسبح حتى المي أو الشط يبرد أجسامهم شوية، وما حد فكر انه البصرة اكو حد من الطحالب السامة اللي الدولة ما دارت لبال، واكو ملوحة واكو هاي ما فكرت. تردون تشوفون؟ خلونا نتابع اهالي البصرة شلون واجهوا موجة الحر الشديدة في ظل انقطاع التيار الكهربائي بمحافظتهم. تابعوا وياي. ذولا أهالي البصرة نزلوا للشدة يبردون شوية من حرارة الصيف. عندي اتصال أم أحمد من الموصل، حياك الله يا أم أحمد. هلا بيك أخويا، شلونك؟ هلا بيك يمه. أخويا عندي معتقلين اثنين والله العظيم والله العظيم أبرياء، ما عندهم كل شيء من البيت جم خدوهم. نعم. واحد بالبصرة واحد بسجن الحلة. نعم.
والله ما عندهم كل شيء، أخذوهم من وراء مخبر السري. يعني ما يصير أطعام، والله ملينا ملينا والله العظيم، ماني مريضة توجعت حتى ما عندي أقدر حتى أقوم. نعم. ماكو أطعام أخويا بخت الله، والله قاعدة أشحد أكروش هذا وأروح عليهم. والله يا أم أحمد اللي قاعدين بالسلطة العراقية لحد الآن ما بينه أكو عفو عام ولا نطوا شيء على هذا الشيء. طلع خبر أول ما استلم الكاظمي على أساس يصير أكو عفو خاص وما صار أصلا. أخويا وهذول بالبصرة والله عندي ابني هذا صغير بالبصرة مسجون، يعني حال الوال حالهم. اليوم سنة وست أشهر أنا ما شفتهم وقلبي علكان مثل النار. يا أخويا ما تفتحون لنا مواجهة، الخاطر الله والخاطر محمد. نعم. والله أنا حتى أصبح مريضة ما أقدر والله أعطي. نعم نعم. وصل صوتك. علاج ما يفوت عليهم، فلوس ما يفوت عليهم، هدوم ما يفوت عليهم، أكلهم رمل وحطوا كبنته يحطوا لهم مع الدم، ليش؟ نعم. وين الرؤساء؟ وين الدول الخاطر الله تشفع لنا لأطفالنا؟ نعم نعم. شكرا شكرا لك ام احمد، وصلت رسالتك ان شاء الله يسمعوك ويلبون طلبك. اكو هوايه متصلين دا يتصلون بقضيه المعتقلين والمسجونين والابرياء اللي موجودين داخل السجون العراقيه، لكن الى اليوم اللي قاعد بالسلطه واللي يسمي نفسه حكومه واللي يسمي نفسه سياسي نعطيها اذن الطرشه لهاي القضيه، وقضيه النازحين وقضيه الاعمار وهواية قضايا ما دايري لها بال. نرجع الى موضوع حلقتنا اللي هو أزمة الكهرباء والحر واللي سوتها بالناس. اليوم يعرفون العالم أنه العراق درجات الحرارة بيه عالية، خصوصاً أنه ماكو حزام أخضر، حزام أخضر اللي هي الأشجار اللي داير مدار المدن، بما أنه أكو تجريف بساتين، بما أنه أكو نهاية للزراعة بالعراق والزراعة بالعراق اليوم ميتة. أكو وزارة اسمها وزارة الزراعة، بس هل الزراعة العراقية مثل ما كانت؟ لا. قاسم من أبو غريب حياك الله. قاسم؟ حياك الله أخوي. نعم. حياك الله أخوي. نعم. قاسم إذا أمكن نصل لصوت التلفزيون، اسمعني من التليفون أغاتي أنت. قاسم؟ لا. حياك الله أخوي. حياك الله أخوي، تفضل تعال الهوى. أخوي العزيز، احنا سالتنا على الزراعة، زراعة قبل فترة تقعد بالغنوات وفي الساحة السوارية، قاسم عباس، الزراعة بابو غير يعني المستورد ما ينزل المحلي على الفلاح. اخ قاسم اذا تسمعني اذا امكن تغير لي مكانك لان ما دا اسمعك بصوت واضح. ما في بقى ضعيفه. نعم. احنا هنا الضواحي الغربيه التابعه للناحيه الخنباري. الصوت هالسموه معك. شكرا شكرا لك اخ قاسم، ما اعتذر منكم مشاهدينا الكرام. طبعا هاي واحده من المشاكل اللي يسمي نفسه سياسي وكتله وحزب بالعراق ما يفكر بها، هي قضيه سوء الاتصالات بالعراق والمواطن يدفع فلوس وما يحصل خدمه حتى يقدر يحكي والناس تسمعه صح. الاخ قاسم واحد من الناس اللي يعانون من هاي المشكله، وهم ملايين اللي يعانون هاي المشكله. قبل ما اخذ الاتصال الثاني، يعني أهالي البصرة مو بس عندهم مشكلة على الحر ونزلوا للشط، بحي الجمهورية مثلا لازمين سرة. وراء الاحتلال احنا سمعنا بسرة البنزين، واليوم شفناه بداية الحلقة سرة بنزين مرة الأخ حتى يأخذون شوية بنزينات يشغلون بها مولدات. بس أكو سرة جديد بالصيف صاير بالعراق، سرة الثلج. خلونا نشوف حي الجمهورية.
عمود الثلج هاي بالجمهورية. مع السنة خطي العالم ما أقولكم شنو الثلج بيد الله، يعني قشطة قشطة، لا هو بوري ولا شيء. والله يا مو كارثة أكله هذا المعمل ثلج الجمهورية. مثل ما سمعتوا الأخ اللي دا يصور الفيديو يقول إحنا ما دا نأخذ قالب كامل، يقول تأخذ قطعة صغيرة مثل ما سماها قشطة، طابور على الثلج حتى الناس شوية ها تشرب مي بارد. شفنا فيديوهات اللي قاعد مخلي ولده بسطول وفاتح عليهم بوري مي دا يبردهم، وكو فيديو طلع قبل الحلقة إذا انتبهتوا لطفل نايم بطشت يم البوري حتى يقدر شوية ها جسمه يتحمل هالحرارة اللي يعيشها العراق، ومعروفة درجات حرارة العراق تعبر 50 بالصيف خصوصاً بشهري تموز وآب. أبو زينب من النجف، حياك الله يا أبو زينب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يساعدك أستاذ. ويساعدك يا قلبي. هو هذا الموضوع عن والله العلي العظيم، يعني صرنا مهزلة العالم بي، يعني من المعيب أن نطريه ونتحدث به. يعني أنا أحكيك لحد الآن إحنا مقطوع عندنا الكهرباء من البارحة، جابوا لنا العصر بس ساعة واحدة. الطامة الكبرى وزير الكهرباء هذا اللي قالوها واستقى من شهر الرابع والشهر الخامس، قال في الشهر السادس راح يصير تجهيز شبه كامل من الكهرباء الوطني للمواطنين، اللي صار بالعكس بالضبط. بدل ما ساعتين قطع وساعتين تجهيز قام يقطعونها 4 ساعات وخمس ساعات وست ساعات، دمرونا دمار. الأتعس من هاي شنو؟ كان تجينا فاتورة الكهرباء كل شهرين 12.5 13 15. هذا الشهر جتنا 62.5. يا بشنو هذه؟ هو كهرباء ماكو، انت لا جيت لا شفت الميزانية. يقول لي خاف مشغل زايد، قلت لازم تتخمن بكيفك 62.5 زين؟ هاي وحدة. فوق النوب ينسد المي وياك، فوق النوب قللوا ساعات التجهيز مال المولدة، يعني دمرونا دمار. أخويا هذولا مو مال حكم، هذولا حكومة قشمنطية وناس حرامية. يعني ما ادري ما الشعب العراقي ما فهم حقيقتهم لحد الان. مكافعات مو الكرامه انداست بالحذاء اللي يطلعون ثوره ويقضون عليهم وفي مال لا. شكرا لك ابو زينب. طبعا بالنسبه للوعود، الوعود هوايه ما شاء الله، يعني تحسبوها كم رئيس وزراء اجى من 2003 لهسه وشوفوا ايش قد نطى كم من الوعود. كل رئيس وزراء اجى لهالمنصب وكل وزير كهرباء اجى، اكو واحد يقول بالصيف خلي يخففون شويه الكهرباء بدل ما يفتحون سبلت، يعني يفتحون سبلت، هو خلي يفتح له بنك، خلي يفتح له جلوب مو بنكه. واللي يقول بالشتاء يفتحون جيزرات و و و هوايه حجج. واكو غيرهم لا اجوا وقال اني، يعني اذا تتذكرون حسين الشهر الثاني قال اوعدكم قريبا جدا تجهيز الكهرباء راح يصير 24/24 والشعب العراقي ما راح يحس بالكهرباء نهائيا. هواية وعود نطو. أنا السؤال هنا، يعني فوق 80 مليار دولار أدري ما قدروا يشترون محطات، زين المحطات اللي اشتروها من سيمنز وغير سيمنز محطة ب5 مليون دولار وكسر، من جابوها للعراق واللي اشتغلت شهر أو أقل من شهر ووقفت، زين الخمسة مليون وين؟ اللي اشترى المحطة منه؟ اللجنة اللي جابت المحطة وين؟ ليش ما حد حقق وياها وقال له هاي المحطة وقفت؟ هاي وحدة. زين الثمانين مليار وين راحن؟ شو احنا نسمع بالمليارات والشعب عايش بهالضيم هذا؟ الشعب يسمع الحكومة تصرف مليارات الدولارات ومبالغ مبالغ خشنة. يعني هو العراق 18 مدري 19 محافظة، أدري لو كل محافظة يشتروا لها محطتين كل واحدة بعشرة مليون، قول 20 محافظة بعشرة مليون هاي 200 مليون، زين الثمانين مليار شنو؟ أبو ياسين من ديالى حياك الله. إلك أخوي على قناة الرافدين. حياك الله أخوي. أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين من بغداد، أعتذر منك أخوي.
حياك الله، ما تفرق ان شاء الله، احنا كنا ولد العراق. والنعم منك ومن اهالي بغداد وديالى، كلكم على الراس، تفضل اخوي. حياك الله اخي. هو هذا حكم الاحتلالين، يعني هو الشعب العراقي من اول مره يعني عرف ايران حاربتنا 8 سنوات، وامريكا سوت علينا حصار من سنه 90 لحد 2003 لما طبنا الاحتلال الامريكي والايراني. يعني هو كله صوت من احنا، خلينا مع احترامات للناس الوطنيين العراقيين، بس انا جاي اتكلم عن الذيول، الذيول اللي تبعوا امريكا وايران. يعني انتوا هذا، انتوا منين نشأتوا؟ مو نشأتوا من هالبلد، ابائكم مو نشأوا من هالبلد، ولدكم مستقبلهم مو من هالبلد ان شاء الله. احنا نقول ان شاء الله، لان ولدهم ما راح يعرفون، ما راح نعرف يعني شنو مستقبلهم. فيا اخي هو كل المحتل شي يقول، يقول اني ما اصل الدوله اذا ما اكو ديل ادوس عليه. فاخي هذا كله صوت الديول اللي على مود ال 500 و 600 فلس بلده، دخل الاحتلال. فالعراق اخي راح يتقسم العراق، كله صوت الديول. يعني حس شويه، هذا مو مستقبلكم، هذا بلدكم، حس شويه، خلوا عندكم احساس. يعني جد الاحتلال قطع ال الو وياك، قطع نهى الزراعه ووقف وقف الصناعه والزراعه وقطع المياه ولوث المياه والاسماك دمرها والاغنام كلها هربها وشي قتلها وقتل العراقيين وفلس مال سامره الحسن العسكري وعلي الهادي. يعني هذا كله ما عندكم احساس، وخلوكم انتم بيناتكم تعاركون يا العراقيين. ابو ياسين، يعني ابو ياسين انت ذكرت نقطه، ذكرت نقطه على قضيه الحصار اللي استمر من 90 الى 2003، حتى في زمن نعم. الحصار اللي هو يعتبر اقوى حصار على بلد اللي منع العراق ان يستورد اي شيء، ومن ضمنها مولدات الطاقه نعم. الكهربائيه، ما كانت منظومة التيار الكهربائي أو منظومة الكهرباء بالعراق مثل ما نشوفه هسه. هسه ماكو حصار وماكو عقوبات وماكو كل شيء، والعراق مرفوع من البند السابع من الأمم المتحدة، ودا يستورد ودا يجيبوا طيران وهواية. زين فلوس العراقيين وين دا تروح؟ أخي ليش؟ أخي ليش؟ هسه اتهم خوش ذكرت نقطة. ليش قبل كان علينا حصار وكل الدول كانت ضدنا العربية والأجنبية؟ وليش كنا عايشين بأمن وأمان والمي نشربه من الساقية ونلقانا صمونا يابسة ناكله؟ ليش؟ لأن كان علينا قائد وطني، قائد قلبه على هالبلد. وخلي يسمعون للعراقيين، أنا مسؤول عن كلامي أمام رب العالمين وأمام الشعب. أخي هذا اللي صار بالعراق، ترى كل حوض صدام حسين، رجل قدم رقبته من أجل العراق والأمة العربية لحد المشنقة وما حد راده، هو يحامل العراق والأمة العربية والناس يريدوا يموت. فأخي هذا حوبته هاي، وأنا مسؤول عن كلامي أمام رب العالمين. والعراق ترى ما يصفى، والعراق راح يتقسم، والرئيس صدام حسين راح يسوي له تمثال بالبصرة وبالموصل وبغداد، نفسهم هم الديول. بعد نعم نعم. شكراً العراق الصاربي، وأنا أشكرك أخي. شكراً طبعاً. شكراً لك أبو ياسين. عبد الرزاق من بابل، حياك الله أخ عبد الرزاق. اليوم المواطن العراقي ده يعيش أكبر مأساة عاشها على تاريخ هذا العراق، رأيك؟ السلام عليكم، شلون أستاذ أفل؟ عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي. أستاذ أفل، الشيء المفاجئ هو انهيار المنظومة الكهربائية وضياع آلاف ميجاواتات، يعني بشكل مفاجئ. يعني شنو السبب وليش؟ يعني هذا السؤال يحير. يعني وليش بهالوقت هذا؟ يعني فجأة، لأن المنظومة الكهربائية انهارت وكأنما شيء مقتيل. نعم. بس أنا اللي جاي أشوفه، يعني هذا يعني اليوم يعني المسألة أصبحت مكشوفة، يعني معروفة لكل واحد بين الطبقة السياسية اللي جاي تحكم هذه الطبقة الفاسدة، هي وراء تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية حتى تستمر بالحكم، ومهمة مصلحة المواطن. هو هذا اللي أنا أشوفه، هو هذا. يعني يردون يشغلون المواطن، يسلبون راحته، يأذوه حتى على موت ما باقين بالحكم. ويا أخي إحنا والله يا أستاذ أفل، إحنا مشكلتنا
بالعراق، وانا دائما اقولها احنا عندنا مشكله، المشكله اللي نعانيها هي بكل الشعوب بس احنا بالعراق بصوره يعني عامه، هي مشكله المنافقين واللي بين قوسين اللوجيه. يعني انا قبل فتره يا استاذ أفل تابعت برنامج تطلع نائبه لاحد الكتل، ها تقول لانه احنا ما مستلمين وزاره الكهرباء يصير بالعراق هيك. يعني ادري انتم صار لكم 18 سنه وانتم نوابكم هم اللي مسيطرين بالحكم، وهذه يعني ما قدرتوا هاي وزاره الكهرباء هي خاضعه سيطرتهم، يعني انتم ما قدرتوا توفروا لي الكهرباء الا لما تستلمون رئاسه الوزراء. يعني شوف الاعذار القبيحه، يعني والله العلي العظيم يعني ما اعرف، يعني ذولا ما يستحون ما يخجلون، يعني انت بما يضطر، يعني انت هسه انت النواب مالتكم مسيطرين على كل الوزارات وما فيها وزاره الكهرباء، ما سويت ابسط شغله تريح المواطن، تريد والله عد على تصير رئيس وزراء، يا اخي ذولا ما يستحون، ذولا ما يخجلون، يعني ذولا ما يحسون بمعاناتنا حقيقه، غير لانه هذول هم الجراس مالتهم تابعين الى دول خارجيه وما يهمون بالعراقي، اللي شو يصير بيه؟ يقول لك حسن العراقي، يقول لك طب طوب يعني على اخذ المصالح مالتي كم يوم وطار راجع لدولتي. وهو هذا اللي احنا جايين نحس به يا اخي، ماكو شعور بالمسؤوليه ولا بالوطنيه من قبل المسؤولين. واللي اذا بقينا على الوضع هذا المتراخي من قبل الشعب العراقي، بالله العلي العظيم المعاناه تزداد يا استاذ أفل. يعني هذه انا من خلال قناه الرافدين ومن خلال هذا البرنامج اطالب الضباط الاحرار من الجيش العراقي اللي في يوم من الايام اخذنا لهم تعظيم سلام واخذنا لهم كل الاحترام والتقدير، واللي دخلوا الكليه العسكريه وشدوا الرتب العسكريه بفخر وبزود مو عن طريق الدمج، فطلب من عندهم ان يتحررون بتحرير بلدهم، لانهم مهما تكون هم قاده واحنا نتبعهم. اليوم الشعب العراقي محتاج الى اداره سياسيه او قائد سياسي حتى الشعب يلتف حوله، واذا بقت الامور هيك لا وحق اللي خلق محمد ما راح نرتاح بوجود هذه الطبقه الفاسده. وتحياتي لك استاذ أفل. شكرا، شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو علي من المدائن حياك الله. والسلام عليكم. حياك الله اخوي العزيز. حييك وحي الاذاعه المباركه الكريمه المجاهده. حياك الله اخوي. اخوي العزيز احنا نحكي من ضيم قلوبنا. نعم. حكم اللي نحكي عليها يا كهرباء اللي نحكي عليها، لو نحكي بعد من 2003 اذا ما يوم يعني سنه 2021 نعم اللي سوته الحكومه شو بس ادفتهم قال الامان حتى الكهرباء الزراعه حتى الصناعه. اخي احنا لو نضحك على ارواحنا لو نكون واقعيين. نعم. هذا الشعب اذا ما ينتفض من الشمال الى الجنوب ثوره صارمه ضد الفاسدين وضد الحراميه ما يطلعون. نعم. ولا عمل هذا الدول بدون لولا هم دول امريكا واسرائيل وايران وغير الدول المجاوره اللي يدمرون البلد. ايش ترجع من عندها؟ اذا كله حرامي لا يستحي، كله عميل لا يستحي، كله فاسد لا يستحي. اما اذا ما ثوره يعني ضد الفاسدين وضد الحراميين ما يبغون دكه ما يبغون البلد. نعم. اذا ما تلقى اي شاخ، اذا ما تلقى ماكو عوائلنا ماتت. وين تجونه؟ أنا خليهم يطوفوا، أنا ابن البلد من نفط ابن الرافدين ابن دجلة أخلي هو يضرب بالمليارات وهذا كاتب يجوا. أخوي إذا مو ثورة، ثورة على الفاسدين وعلى الحرامية هذول ما يطلعون. نعم. وخلي يكون صوت واحد وكلامنا واحد. إذا بقوا ليلة واحدة بالخضراء أو بقوا بالعراق أنا معتب لك. اخلي المحافظات الاخوان المحترمات الكل من المحافظات خلي يسمعوني، اذا مو ثوره صارمه ثوره من الشمال الى الجنوب والله اذا بقوا دقيقه بالعراق انا معتب لك.
وأنا أشكرك وأشكر العراق من الشمال إلى الجنوب. شكرا شكرا أبو علي. طبعا قبل ما أخذ هذا الاتصال أكو مصدر بوزارة الكهرباء، مصدر مسؤول في الوكالات طلب عدم كشف اسمه لحساسية المعلومات اللي قدمها، يقول أنه ماجد مهدي حنتوش الإمارة وزير الكهرباء قدم استقالته نتيجة ما سماها حرب الانطفاءات، لأنه أكو صفقة ويا شركة إماراتية عن طريق وزارته برعاية حكومية، ما قدر يأمن الوزير ماجد حنتوش حصة إحدى الكتل أو التحالفات السياسية في هذا العقد أو بهاي الصفقة، فهذا التكتل السياسي ما حصل حصة من هاي الصفقة، قاموا يضغطون ويستخدمون ذيولهم أو أذنابهم داخل الوزارة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. وتوقع المسؤول نفسه أنه الانقطاعات بالأيام القريبة راح تكون أو قد تصل إلى الإطفاء التام، يعني يظلم العراق. أبو ياسين من ديالى حياك الله. حياك الله يا الغالي، حياك الأستاذ المحترمين. حياك الله أخويا. تحياتي لك أبوي من العاصمة بغداد لحي الصوت الوطني. حبيب قلبي أخويا. عزيزي أسأل الله شاهد 12 ونص ساعة جرة واحدة انقطاع و25 دقيقة تحميل كهرباء فقط. وبالمناسبة اليوم أحسن من باكر خلوا عد بيه الشعب. هذا الشعب النايم الحدث نايم. وحتى لما جات الدولة فازة فابو المدهة من ستة الله شاهد ما طلع غير ساعتين فقط. شو راح توصلون؟ لو عرفت هذا كله يا أخي بسم الله العظيم هذا تذليل للشعب، والشعب باقي للساعة يسجد ويعبد صنمين يسمهم السستان والصدر. أهل البصرة راحوا اليوم شط العرب، الشباب لكن الأطفال والنساوين والمرضى شنو حالهم؟ والله لا شوف حال الشعب برفق بالله العظيم يمشي هو نايم. برفق بالله العظيم هسه حصة الجاز من مشاريع المي يبيعونها ما ينطلنا ماي إنه شنو ما كهرباء، يعني لا كهرباء لا مي. وعسموا ماي الناس عايشة عسموا. يا أخوان كافعوا في العمايم الخاطر الله واحتلموا نفسكم وحرروا نفسكم من هاي العمايم الفازة. أما العمايم فازة يسب دماء العراق. يا مرجعي يا بطيخ عم العراق انباع كله. لذلك أستمع الكلاب، كلاب السياسة أقصد، ومنهم أجدهم المعممين، كهرباء مفرين ما مفرينه، تعالف الصليبي دمر الكهرباء بالكامل بأحداث الخليج، جدت الشرعات والكهرباء لأن نظام مطن كان محاصر، معقولة اليوم 18 سنة ما يعيدوا الكهرباء ويتحدثون يحكون عن النظام السابق، والله ما دفاعا عن النظام، ولكن الواقع هو يتحدث عن نفسه. هذا اللي عنده ضمير وعنده مبدا ما يتطوح ويعرف شنو واقع العراق. قبل 2003 كان عندنا نظام مطني انه يمشي مثل الصراط المستقيم، دوله مؤسسات، دوله قانون، هسه لا دوله مؤسسات ولا دوله قانون طول بها وجود الميليشيات نفايات ايران خزعلي والعامري والقندر السامع فلان وعلان. يا شعب كافي حرر انفسكم، ما قدوتهم الامام حسين ابو الاحرار هو قدوة التحرير، هو القدوة الحسنة اللي جاء حرر الشعب اللي نقول لسام العراق من المدينة من وراء للكوفة حتى حرر العالم. انتم مو تقول هيات هيات من الذلة، والله بعد ما بقي أكثر من هاي الذلة. ما القدوة الحسنة الإمام الحسين لنال شهادة العظمى للسيد جوال الجنة. لوين باقي انت تركوا مؤسس الثاني؟ لوين ورقة تركوا ورا مختلف الصدر؟ عمي ما دمرتم غير هاي الشخصين هذه. هل ذكركم بقعة معركة النجف؟ السيستاني وين راح؟ مو راح البريطانية، مو راح قتل البريطانية يا أخوان. هو الفتوى مع السيستاني مو يقول بقلبية فتوى سرية قبل السقوط قال لا نقاتل كافر بعد تحت راية كافر اللي كان هو مرتش 200 مليون دولار من بريطانيا واعتبق المكاتب ترد تكذب هذا الخبر. وحدات النجف راح قتل بريطانيا، هو رجل مشروع بريطاني حتى مو إيراني. لا ظلوا الشعبين مسوينا قبله عمد أمركم كوسراني ومحمد الرسلساني والسلساني، وهذا مقتدى المصعون لجيد العملية السياسية بكاملة فدواء عصر الزعطور وهي من الشاطة القذرة الوقعة اللي هم كلها سببها نفايات كلها من وراء الطاقة حاجة كاملة. شبابكم انكتلت ولسانكم ترملت وأطفالكم تيمت يتمت وجعتوا وعريتوا وعطشتوا لا مي لا 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 حصة لا طب لا ملائكة لا تعليم كل شيء ماكو. هذا الحالة اللي وصلنا إلى شنو هذا اليوم؟
هذا اليوم هذا الحر الظالم الكافر اللي ما يتحمل يسمع بس البقر ويتحمل مقتدى هدول من البقر. حر كافر الشعب انهلك وباقين انتوا تنزل ورا مقتدى وغير مقتدى. والله العظيم هذا مو حق الطائفي لا والله، لكن عندنا مولد القذره وين كانت قبل؟ وين كانت هاي الفصاحين؟ وين كانوا؟ اخوان بس ارفع رايه العراق وارتفعوا حرر انفسكم. والله العظيم هذه ذلنا ما بعد وراء ذلنا. نعم. شنو مقتدى؟ شنو اسم الثاني؟ شنو بطيخ؟ عم جاي انه ها جاي نقتل. نطلع للظاهر يقتلونا نبغى نموت من الحر ونموت من الجوع. ثقوا بالله العظيم ما تحرروا نفسكم الا انتم، لا تعتدون. لا على امريكا ولا العراق ولا غيرها، امريكا ايش تنتظر؟ اليوم 11 محاوله هي خرق، شنو بعد منتظر امريكا؟ لان امريكا هي الداعمه للارهاب وهي سبب دمارنا هو امريكا، وهي امريكا اللي سلمتنا لايران وسلمتها لايران من الشام. فاخوان لا احد ينتظر لا امريكا ولا غيرها، ولا احد ينتظر اي سياسي. وخاصه احددها لان اولادنا الغربيه سياسينا ناس حثاله، سياسينا ذيول رجوله، سياسينا فاقدين، سياسينا ما عندهم مبدع، سياسينا ما عندهم عقيده، سياسينا اكلب من سياسيين الشيعه. اخوان كافي كافي، ما عندكم غير حلفكم بالثوره. تحياتي عزيزي. شكرا شكرا لك ابو ياسين. ابو محمد من اربيل حياك الله ابو محمد. السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لك ولقناه الرافدين. حياك الله اخوي. يعني اشتترج من الاحتلال، هاي نتيجه الاحتلال. ترى اي احتلال يطب دوله يخربها يدمرها يقتلها. انا اطالب الشعب العراقي كافي سكوت، صار لهم من 2003 اليوم ساكتين. ترى ما يجيكم قوه من المريخ يحرركم، كافي مرجعيه. كنتون ورا 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 ناس جهله تكونون تابعين لايران. ايران دمرت العراق، ايران بعد صار ما سنوات حرب العراقيه الايرانيه. العراقيين يعني شو من ايران؟ يعني يدون ايران تجي تطيهم كهرباء، ايران تطيهم مي، الى متى هذا الشعب نايم؟ الى متى الشعب هذا يوعى؟ كافي مثلا، كافي خذلان، كافي. اذا مو ثوره، اذا مو ثوره مسلحه ترى ما فيها، ما في سلميه، ما في استاذ افل، الا مسلحه. اصلاح هالشيل طب من 2003 حق اليوم ايش قد انكتوا الشعب العراقي؟ بالملايين انكتوا. عمي فد 1001 يطلع انتحار يطب منطقه الخضراء يسقطهم كلهم يقتلهم ذولا، ذولا يجرجرهم كلهم بالشوارع. كافي مثلا، كافي. يعني اكو ناس، اكو دوله ما فيها كهرباء الحراره. عمي الله يساعد الشعب العراقي، بس الظاهر هذا الشعب يستاهل، هذا الشعب يستاهل المذلة. هذا الله سبحانه وتعالى من هذا الشعب. إذا الشعب ما يحرر نفسه يحرر. كافي. أنا الشعب العراقي من الجهة الشمال ثورة إيد واحدة نطلعهم ذولا. كافي. إحنا جينات الحكم العراقي نطلع الاحتلال. وتحياتي لك. شكرا سلام. شكرا لك أبو محمد. ابو شيماء من بغداد حياك الله. الله يسعدك استاذ اخي. ويساعدك يا قلبي. استاذ حبيبي بس تحصل شويه، هذا الحن هذا ابو ياسين الداعشي يسب السيد ستار، قلنا السيد ستار انت ابو شيماء ما اسمح لك تتجاوز على اي متصل وعلى اي شخص بالقناه. لا انت استاذ الحديث انت اعلامي، شلون تسمح لمرجع دينه هذا يتجاوز علي هذا الارحن الداعشي؟ اني هيك اضطر اقطع الاتصال وياك، ما اسمح لك تتهم اي شخص او تتجاوز على اي شخص. عندنا موضوع تريد تشارك بالموضوع اهلا وسهلا. انت عندك موضوع استاذ العزيز، موضوع الكهرباء، تقدر تقول لي الكهرباء وين؟ احنا تقول احنا ويا الشيعه واحنا اخواننا الشيعه، يعني هذا مو عمل استاذ عزيز. انت ابو شيماء، ابو شيماء، ابو شيماء، الكهرباء العراقيه وين؟ مو تحكي لك انا عن نفسي. الكهرباء العراقيه وين؟ الكهرباء العراقية نعرف قضية، بس رجال الدين شنو علاقتهم؟ دا أسألك سؤال جاوبني، الكهرباء يعني العراقية وين؟ الكهرباء العراقية، الكهرباء العراقية هي مشكلة صار لها قرن صار لها. من سواها؟ بس خذ على من سواها؟ جاوبني من سواها؟ من سواها؟ أستاذ الحزيز هي الكهرباء هي تعبانة، هي الكهرباء بالأساس. تذكر البيت سبع مكيفات، من المكيفات به
يعني وفيها كهرباء نفس الخطوط. والله شرفك هاي حجة بيت باثمان مكيفات، لا عدف مو كانت بالحصار نفس المنظومة واشتروا محطات توليد كهرباء ورا الحصار بملايين الدولارات وصرفوا 80 مليار دولار. يعني المفروض المنظومة الكهربائية تجددت، شو بوقت الحصار كان الانقطاع ساعتين وتجي الباقي. بزيونه روح شوف زيونه ما تنقطع لين هذا يسووها مخاصمه يسموها مواقف مثل العالم طلعت مظاهرات روح شوف زيونه هسه ما تنقطع خمس دقائق بيها. على ذكر الخصخصه ابو شيماء، انت تعرف اكو مناطق تخصخصت بيها الكهرباء ولحد الان ما جتهم كهرباء اصلا ودي يدفعون فلوس بلاوي؟ والله انا قاعد يم زيونه، انا قاعد بصوب زيونه والكهرباء 24 ساعه موجوده، حدا خمس دقائق ما تنقطع. على ايش قد؟ ليش يعني لانه مخصخصه واحنا ما عندنا مخصخصه، الناس ما تقبل. واحنا بدنا ندفع للمولده 75,000 دينار وندفع للكهرباء شهريا مرات 25,000 يعني دينار. يعني هسه انا شرد افتهم شرد افتهم، انت تقول لي الشركات الخاصه احسن لو الدوله احسن؟ يا الدوله ماكو نتيجه وراها استاذ العزيز، فساد فساد اكو، العامل ما يطلع لك الا واير يسوي له الا يطلب منه 50,000 دينار اللي يسويه، ما يقبلون. على الاقل الشركه اللي هي تتحمل مسؤوليه السحب ومسؤوليه الصيانه. اوكي 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 اوكي, أوكي, أوكي, أوكي لحظه خلي اجاوبك. ببغداد وزاره الكهرباء العراقيه المفروض سنه 2008 اشترت محطتين توليد كهرباء من سيمنز قيمه الوحده فوق ال 5 مليون دولار، تقدر تقول لي وينهن؟ عزيز انا والرجال اعرف فيها هاي عقب قلت لك الكهرباء فيها فساد 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 مو طبيعي. هسه العامل هسه قلت لك من يطلع هو بس الكهرباء يعني بس الكهرباء بس الزراعه بس الصناعه بس التربيه بس التجاره رفاهيه الدوله هي هاي بعد شو سوى احنا هاي حظنا يعني الله جابنا بالعراق ومشاكل العراق للظالين الله سبحانه وتعالى. الحل برايك شنو ابو شيماء؟ انقطاع الاتصال يا ابو شيماء. عند اتصال ابو وليد من محافظه صلاح الدين، حياك الله يا ابو وليد. من الموصل عفوا ابو وليد من الموصل، حياك الله اخوي ابو وليد. من قال يا ابو هاي الكهرباء ايش قلنا يشوفونها ما تستعجل؟ نعم لان يعني ملتهين الجماعه كلها بالبوق. نعم هاي الجماعه ملتهيه كلها بالبوق على حساب الشعب العراقي. الشعب العراقي كله مجوع. كهرباء ماكو. اخي؟ نعم. اهلا. وياك. الكهرباء بالعدم النظام القديم ماكو، انظمت الكهرباء خلال شهر او شهرين. لما الكهرباء صارت فول يعني صار من 18 سنة 20 سنة ماكو كهرباء وقاموا يشوهون الكهرباء على النيران. نعم يقولوا يعني بأخير ما لقيت علينا. ألو وياك أخوي. بأخير كان ما جت علينا هو الحكومة حكومتنا إيرانية. نعم حكومة إيرانية، الصدر منه والثاني منه والحكيم منه والغير منه. شكرا لك أبو وليد. أبو أياد من كربلاء، حياك الله أبو أياد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أخوي العزيز. نعم شنو علاقة السيد السيستاني بالكهرباء؟ شخص نطى رأيه وده ينظر إلى الأمور. أيه أنه ليش ما رديته؟ نعم ليش وهسه قبل شوية المتصل من اتصل قلت أنا ما أسمعك تتجاوز على متصل ثاني زين هذا مرجع طائفة يا أخي أنت ما تحب ما تريده ما لك علاقة بيه شلون تسمح لنفسك ثلاث أرباع الشعب العراقي قلده؟ أبو أياد راح أجاوبك نفس الجواب، ما أسمح لك تتجاوز على أي أحد. شكرا جزيلا لك، هذا رأيك. بس أريد أسألك سؤال، مصفى بيجي أكبر مصفى لتكرير النفط بالشرق الأوسط منو فككه؟ الميليشيات اللي طبت صلاح الدين وراء المسرحية اللي جابتها الحكومة العراقية بإنتاج أمريكي اللي سموها داعش.
وين راح؟ راح الإيران. الميليشيات منين جت؟ بفتوى من المرجع. جاوبني، منو إلى المرجعية السياسية الكبرى بالعراق؟ منو السياسيين اللي يروحون عليه ويأخذوا من عند الكلمة الأولى والأخيرة؟ تقدر تقول لي من يقول لك أنا 12 ونص ساعة مقطوع الكهرباء عندي وجتني 25 دقيقة مجمدة لحق تبرد، لو مطار يصعد مي، لو شنو بهال 25 دقيقة؟ شي لحق. أم محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم حين. هلا بيك يما. الله يطول عمركم إن شاء الله. تعرف شنو مشكلة إحنا العراقيين؟ نعم. إحنا نعرفها ونحرفها. نعم. السلام عليكم. وياك يما وياك قولي. يا تدري شنو مشكلتنا احنا العراقيين؟ شنو يما؟ نعرفها ونقربها. نعرف المشكلة وين؟ مشكلة بالضبط هي وين؟ مشكلتنا الله زبنا مصاب انه جرائنا ايران، احنا مو شغلة طائفية. ننحاز، يعني لا حكيت على ايران نحكي على السعودية او على تركيا، مشكلتنا مصيبة كارثية، يعني لا تاريخ لا يعرفون التاريخ اللي سوت بينا ايران. من الاحتلال الاخليني بغداد الى ما حررنا سعد بن ابي وقاص من عندهم، هاي مصيبتنا مصيبة. يعني هسه لو واحد يعرف العراقي اصغر واحد يعرف اللي يضرب البوش والله العظيم ايران جماعه ايران وديونها ليش؟ محطره محترامي لكم الذمه ذل مو هيك الخطيب البصري تقول اليوم تحترنا بكل صيف ارتفاع درجات الحراره تعالوا لا تعطوني فلوس الطلب لا لكم مصيبه او تريد مآرب اخرى لديونها والاحزاب الحاسده الفاسده بالعراق هاي مصيبتنا هسه باوع باوع من يضرب من يحرق مصارع الا احنا نويله نعتمد على الاكتفاء الذاتي تصير انت مصيبه بديت حرق المزارع والبوتاسي من يجرف البيئه مصيبتها ليش؟ من قريبه على ايران من يجرف بساتينها من يحرق بساتينها من يجفف انهارنا الانهار ليش الشط الشط العام صار مالح ليش؟ ايران اللي تجفف الانهار ايران اللي تحرق البساتين ايران اللي تضرب ابراجنا ايران اللي يعني الله مصيبه يعني احنا اهل الثمر واللي تدمر مرقدين دينيين ايران واللي تدمر مدن عراقيه ايران واللي تسجن العراقيين ايران واكو سياسيين كوما طلعوا يقولون قضيه المعتقلين العراقيين بديران انا اطلب باو انا اطلب شغله واحده بس نعم اطلبها شغله واحده اطلب من كل عراقي غير كبير باو اخذ بقوه ما يرد الا بقوه احنا نريد نطلب من كل شيء واحد صغير كبير الا نريد نطلع حقنا ما تتوقعون الانتخابات تطلع حقنا لا دليل المظاهرات سووها جوكريه شوهوا سمعه البنات المصايب اللي تصير احنا شو نطلب؟ نطلب من كل صغير وكبير يسوي مظاهره ثور عارم نتحلهم ونطلعهم ترى باوع ما الا احنا حق نجيبه بالدماء وماكو حق يجي بالساهل الدليل يحكمونه هسه الديون ترى جو على رؤوس الدبابات ما جو بالساهل ولا بالمفاوضات ولا الطاوله المستديره جو على دماء عراقيين فانا اطلب من كل شيء عشان ومن كل سني مع الاسف اجيب حتى البال متمنى انه احنا ترى حقنا ضايع احنا نجيبه خلينا نروح والدنا وصلت ام محمد اتمنى تعذريني بس الوقت راح يداهمني ولازم انهي البرنامج شكرا جزيلا لك ابو عراق من نربيل اتمنى بسرعه اخوي ابو عراق تفضل السلام عليكم اخوي اسعد والنعم عليكم السلام والرحمه والكرام اخوي شلونك اسد الرافدين حياك الله اخوي حبيبي قبل شوي هذا اللي غلط على ابو ياسين ما لنا علاقه اراء متضاربه لا 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 خلينا بس بالكهرباء بس دقيقه لا اسال احنا عندنا اخلاق خلاص احنا نقول العدل والعدل نخلي القوله بالمثل والله العظيم لو اكو شكر حشر لله بس اسمعني اسد بس دقيقه نعم بس دقيقه ما اغلط والله ما راح اغلط بس دقيقه نعم انا اتوقع يعني هسه لو طالع نفر اي متصل حسن الله والله لو كافر لو ساب الرسول والله ما حد يرد انت جاي من ورا مرجعيه تغلط على تحتاج راسك هذا عراقي وشريف وكل حتى اهل الجنوب راح اقول لك لا تقول انتم دخلوا الطائفيه زين
اهل البيت كلهم ما نجي نعالجهم احنا. عرفت؟ خليها ببالك. طيب. شكرا 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 لك ابو عراق، واتمنى تعذرني ويعذروني الاخوه المتصلين بس راح يداهمني الوقت. رسائل الواتساب تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكادر هذه القناه الوطنيه. ما دام موجود هذه الحكومه لا شيء يصلح بالعراق بل يخرب، والسبب وراء ذلك جارة سوء ايران هي من تعاقب الشعب العراقي، وعلى الشعب ان ينتفض على ايران ويقطع الطرق البريه مع ايران ويحرق جميع الشاحنات الجايه من ايران. مع تحياتي ام رسل من السويد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونك اخي؟ والله ملينا، الله ينتقم من الحكومه هاي، ظالمه الحكومه، ملتهين بارواحهم، المن نشكي المن نروح، نريد عفو عام، ليش ما حد يسمع صوتنا؟ والله عظيم طلعت ارواحنا من هاي الحكومه الفاسده، هاي الابرياء يوميا شباب بالسجون ميته من التعذيب والاعتراف الكاذب. عمي والله ملينا، اتمنى توصل صوتي اخي. اني اناشد السيد علي السيستاني طالب لنا بالعفو العام لان هي املنا الوحيد. شنو ذنب هاي الابرياء؟ محرومه من الحياه، محرومه من جهالها من اهلها. اناشد المرجعيه الكريمه، اني اخت عراقيه اتنخب مرجعيتنا تخلص شبابنا هاي المظلومه من السجون، والله قاعده تصير كوارث بالسجون. اخت مسجون، مع تحياتي لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من سنة 2000 لحد هاي اليوم شنو اللي سويتوه يا سفلة؟ جوعتوا الناس يا حرامية يا لصوص يا متقاعد والمتقاعدين اللي تعبوا وخدموا والبلد تنطوهم 400,000 بالشهر وانتم تبوقون مليارات، عساها ببختكم وببخت عوائلكم، الله تعالى ينتقم منكم. أبو وطن من صلاح الدين: السلام عليكم، أنا أراسلك من إيران، المشكلة مو بالحكومة ولكن الشعب هو صاير عبيد للبشر. رسالة أخيرة: الله ينتقم من إيران وذيولها، هم سبب دمار العراق. مهند أبو حسين من البصرة: الله ينصركم يا قناة الرافدين البطلة. شكرا جزيلا لك أخي أبو حسين. طبعا بالنسبة إلى ماجد حنتوش وزير الكهرباء، من استقال أكو واحد هو طالب استقالته، أول واحد مقتدى الصدر، فأتمنى تغيرون اسمه وسموه المندوب السامي الإيراني. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم بنفس الموعد. في أمان الله.